هذا ورفعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستوى عملياتها الإغاثية والتنموية في اليمن خلال يناير الماضي، وذلك لمواكبة الإنجازات العسكرية لقوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي لتحرير اليمن. الانتصارات الميدانية المتتالية التي يسطر بطولاتها أبناء قواتنا المسلحة وقوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني بدعم من التحالف العربي استدعت رفع مستوى العمليات الإغاثية والتنموية في اليمن مع اتساع رقعة المناطق المحررة وانعدام أغلب الخدمات الصحية والتعليمية فيها، وهو ما تجسد في رفع وتيرة توزيع المواد الإغاثية والغذائية التي تقوم عليها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتأمين الخدمات الصحية ورفع مستواها في المناطق المحررة. ولعل جولة ميدانية في سوق الخضروات والفواكه وسوق الأسماك بمدينة المخا تبين مؤشرات عودة الحياة لطبيعتها، فالأسواق عادت تنبض بالحياة، وصيادو الأسماك وجدوا حماية وتنظيما لمصدر رزقهم، وكذلك محطات الطاقة التي دمرتها ميليشيات الحوثي الإيرانية عادت لتعمل بكامل طاقاتها في ظل الدعم الإماراتي، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية للجمهورية اليمنية من إبريل عام 2015 ولغاية نوفمبر عام 2017 نحو 9 مليارات و400 مليون درهم. وخلال يناير الماضي سيرت الهيئة أكثر من 14 قافلة مساعدات غذائية وإغاثية إلى مناطق ومديريات محافظات شبوة وحضرموت وعدن تضمنت آلاف السلال الغذائية، بجانب حملات أخرى في المناطق المحررة التي لم تقتصر على أساسيات الحياة فقط. كما وحظي القطاع الصحي في اليمن بدعم غير محدود من قبل دولة الإمارات، تمثل بوصول لجنة طبية إماراتية خاصة بالاطلاع على احتياجات المستشفيات الحكومية بحضرموت، بالإضافة لدعم وتأهيل 20 مستشفى في مختلف مناطق اليمن. وعلى مستوى القطاع التعليمي فقد قدمت الدولة الكثير من الدعم لهذا القطاع الهام، حيث قامت ببناء وتأهيل العديد من المدارس والجامعات.